بتسافر مع الفرقة في ماتشات المشوار الدوري الافريقي او دوري ابطال افريقيا في الخارج. خلي بالك كان وشه حلو عليه ما شاء الله يعني شارك في كل احنا السنه دي حقيقي يعني كنت بقول ده مش عشان انا بحب النادي الاهلي او منتمي للنادي الاهلي لكن هو واحد من اقوى المشاوير اللي خدها الفريق في البطوله طبعا انت باستثناء ماتش النجم الساحلي ما خسرتش ولا مباراه محقق ارقام قياسيه على مستوى اقوى هجوم اقوى دفاع اقوى نسبه استحواذ فانت يعني متساد القاره يعني بالنتيجه وبالارقام يعني مشوار اكثر من هيك وانا اللي كنت محظوظ طبعا يعني ان انا يعني سواء رئيس بعثه او مرافق لكابتن محمود الخطيب وطبعا شهاده حق يعني اللي انا شفته من اداره الكابتن محمود الخطيب لكل السفريات دي يعني الحمد لله كان النادي الاهلي هو برضو النادي الاهلي بشخصيته اللي هي لما تسافر معاه تحس بقمه الانضباط والتركيز مش الحالات الترفيهية وكان طبعا تواجد كابتن محمود الخطيب في السفريات دي كان ليه عامل مؤثر جدا عشان كابتن محمود الخطيب كان رئيس البعثة في الهلال وسان داونز والوداد المغربي ثلاث محطات كانوا صعبين جدا طبعا وكان ليه الحظ مرافقته فيهم يعني بس ثلاث محطات دول هم اصعب بالظبط كده يعني ماتش الهلال وكان ناس كتير تقول ان لان كان الحاله من الشحن هناك كان اصعبهم ده متهيألي يعني في الاحداث اللي حصلت في الاخر كمان والحمد لله لا وسان داونز برضه صعب انك لا قصدي الاحداث اللي حصلت في ماتش الهلال في اخر 10 دقائق معاها دكتور محمد كانت لو تفتكر كمان يعني احنا رحنا السودان جو كان شحن غير طبيعي عدت المحطة دي أما رجعنا مصر طبعا الطبيعي بتاع أي فريق أنه يقدم شكوى في اللي حصل في الاستاد هناك من الإخوة السودانيين يعني شوية شحن زيادة والكلام ده وكانت الأجواء في مصر يعني بتدقك لكده يعني ومع ذلك حكمة النادي الأهلي في مراعاة البعد الوطني والقومي وعلاقات الدول بعضها طلع كابتن محمود الخطيب طلع بيان وقال بالعكس بنحترم كل وبنشكر السودان على الاستضافة وما فيش أي حاجة عشان فريق الهلال ما يقعش عليه أي عقوبات من الاتحاد الأفريقي فالحمد لله يعني وبعدها برضو سان داونز يعني صعب جدا أن أنت قبلها بشهور تكون مغلوب بسكور عالي من الفرقة دي وفي نفس الوقت ربنا يكرمك هناك تؤهل للدور اللي بعده من قلب جنوب أفريقيا الوداد برضو الحمد لله يعني كانت نتيجة 2-0 كانت نتيجة ممتازة في ظل برضو كل يعني بقول لحضرتك موسم كورونا تغيير مدير فني اجواء غير طبيعيه موجوده كل دي ملفات كانت تؤدي يعني هي بتوفيق ربنا صعوبه المشوار تزيد من حلاوه النجاح دايما لما تعرض على حضرتك